فالقرآن آمر وزاجر، حد فيه الحدود وسن فيه السنن وضرب فيه الأمثال وشرع فيه الدين، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. ويقول جل اسمه: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. البحث يدور حول الرؤية الدينية والقرآنية والحديثية في منظومة الشارع الأقدس حول الفقر والفاقة من جهة، والغنى والثروة من جهة ثانية. فهل الفقر هو المطلوب والمحبذ أن نكون فقراء، أو أن نعيش عيشة الفقراء؟ هذا هو المطلوب، أم أن نكون أغنياء ونبحث وراء الثروة والمكنة المادية؟ هل هذا هو المطلوب أو ذاك هو المطلوب؟ ذكرنا بأن هناك طوائف من الروايات، وهذه الطوائف تحتاج إلى جمع، وقد سبقت لأن بعض الروايات تذم الفقر وروايات أخرى تثني على الفقر وتمدح الفقير، طوائف تثني على الغنى والثروة وأخرى تذم الغنى والثروة والأثرياء أو تمدح الأثرياء، تذم بعضها تمدح بعضها. ذكرنا فيما مضى وجوها خمسة من الجمع. الوجه السادس، يمكن يكون وجهين لكن ندمجهما فيكون وجها واحدا لعله هكذا، ويحتاج هذا إلى دقة، والآيتان مجموعهما لعلهما تساعدان على وجه الجمع الجديد هذا. الآن نعبر بتعبير شوية غريب يبدو غريبا، ثم نظهر ما هو المراد وكيف، لعل المستفاد من مجموع الآيات والروايات أنه الذي ينبغي، يعني موقفنا تجاه الثروة بالنسبة لأنفسنا وللآخرين، كيف ينبغي أن يكون هذا الموقف تجاه الثروة والغنى والفقر والفاقة؟ الذي يظهر أنه، أو قد يستظهر أنه، ينبغي أن إذا كان مخاطبنا الأغنياء أن نحرضهم على أن يصبحوا فقراء، أو أن يعيشوا عيشة الفقراء، وإذا كان مخاطبنا الفقراء فنحرضهم على أن يصبحوا أغنياء. هذا وجه جمع جديد سيظهر فيما سيأتي وجهه في مقبل الحديث. إذن الروايات التي تحض على الفقر قسم منها على الأقل، الجمع بين قسم منها من الطائفتين على الأقل. المخاطب مختلف، إذا المخاطب غني نقول له تعال صير فقير أو عش عيشة الفقراء، إذا فقير نقول له لا انهض وطر وحلق وحصل الثروة، والحاصل الفقراء. أنه الأغنياء نحاول أنه ننزلهم من عرشهم ومن عليائهم، الفقراء حاول أنه نصعد بهم من فرشهم إلى مستويات أعلى، فهي حركة متضادة بمجموعها يحصل الكمال إذا بقي الأغنياء أغنياء والفقراء فقراء، ففي ذلك كل المفسدة.
أما إذا تعاكست الحركتان، يعني حركة الأغنياء كانت باتجاه أن يصبحوا فقراء، وحركة الفقراء كانت باتجاه أن يصبحوا أغنياء، فإن المجتمع سيحلق بشكل لعله لا نظير له، والأرض ستتحول عندئذ إلى جنة. هذا اللي سنوضحه في مساق البحث القادم إن شاء الله. فالآن أنتم شوفوا أنفسكم شنو، إذا كنتوا أغنياء فابذلوا أموالكم، مش ما عندكم حسينيات ومساجد ومناطق وزعوها عليهم، ولله الحمد لعلهم ندرى أكو هيك أموالكم الآن في هذا المجلس. إذا كنتوا فقراء حاولوا تحصلوا الثروة، لكن كيف، لما، بأي حدود، هذا بحث سيأتي له. الناس أيضا، أي واحد شفته فقير استنهضه، أي واحد شفته غني اقمعه، يعني معادلة متعاكسة تماما بنحو المقتضي بشكل عام، ولكل منهما استثناءات. فالمعادلة النقطة الأولى هي هذه. النقطة الثانية، المعادلة رباعية وليست ثنائية. حتى الآن الأصل الأول أظهرناه هكذا كما يبدو، لكن في الواقع تنفك إلى أربع شعب. حتى الآن طرحنا المعادلة الثنائية، الأغنياء نجرهم من عرشهم إلى الفرش، والفقراء نصعد بهم من الفرش إلى العرش. يعني التخطيط يكون هكذا، التخطيط التوجيهي والتربوي. لكن هذا ينقسم إلى أربع شعب، اللي الروايات حسب يعني تصنيفنا في الوجه السادس من وجوه الجمع تصنف إلى هاي الطوائف الأربع. هكذا صنفنا، نقول الغني ينبغي أن يزهد في الغنى إلا الطريقي منح. فصارت لنا صورتان، الأصل في الغني أن تزهده في الغنى إلا ما كان منه طريقيا محضة، إذن قاعدة واستثناء. وأما الأصل في الفقير فأن تحرضه على الغنى إلا ما أستطيع أن أعبر عنه بالفقر الرسالي. فالفقر صار على قسمين لكن لنا أصل، الغنى أيضا على قسمين لكن لنا أصل. الأصل في الغنى التزهيد فيه والردع عنه إلا لو اتخذ طريقة. وأما الأصل في الفقير وفي الفقر فهو أن يزهد فيه إلا في الفقر الهدفي، في الفقر الرسالي. فإذا صارت عندنا أربعة شعب، الروايات نستطيع أن نصنفها على هذه الشعب الأربعة. دققوا جيدا لأن هذا فد بحث جديد وجدير بالتأمل والتدبر والإثراء، يمكن واحد يكمل الصورة أو ينقد بعض ما فيها. مثلا إذا نبدأ القواعد الأربع، صارت عندنا أربع قواعد، يعني نسمي الاستثناء قاعدة، قاعدة واستثناء ثم قاعدة واستثناء. في الغنى، في الغني قاعدة واستثناء، في الفقير قاعدة واستثناء، فتسهيلا نعبر عنها بالقواعد الأربع. أما أن الغنى أو الغني ينبغي أن يزهد في الثروة، لما في الثروة من أضرار، والروايات لاحظت هذا الجانب، الطائفة الأولى منها فردعت عن الثروة. مثلا من الروايات، المال مادة الشهوات. إذن الأصل اجتنبها، الشهوات مرجوحة شرعا، احنا كلامنا عام من الحرمة والكراهة في هذا البحث الآن، وعام من الوجوب والاستحباب. المال مادة الشهوات، هذه رواية. الرواية الثانية يقول صلوات الله وسلامه عليه، كثرة المال تنسي الذنوب. هذا الحديث قدسي. أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام، يا موسى لا تفرح بكثرة المال ولا تدع ذكري على كل حال، فإن كثرة المال تنسي الذنوب. هذا الأصل الأول، المال خطر، اللي عنده أموال كثيرة ينسى ذنوبه. الإنسان اللي الله يفرك أذنه بالفقر وايد يدير باله، ليش؟ لأن محتاج إلى الله، ويدري بأن المعصية من أسباب قطع الرزق. أكو في الرواية أنه كثيرا ما مضمون الرواية، الرزق ينزل على الإنسان من السماء، يعني مو بس أنه الرزق دعوة أجيبت والله وقعها، انصح هذا التعبير، ينزل من السماء إلى الأرض، يعني ينزل عليك الملائكة تأتي برزقه.
أي رزق كان، مالا بيتا سيارة وغير ذلك. وإذا به بهاي الأثناء ينظر إلى امرأة أجنبية حرامة، الله يغضب عليه يقول أرجع الرزق خلاص، أو أنه يكذب أو يغتاب أو ينوم فيرجع رزقه إلى حيث من حيث نشأ منه. فإن كث أما الإنسان فالإنسان عندما يكون فقير هي يفكر في أمثال ذلك. أما الغني يبطره الغنى، عنده فلوس. فالغني المال مادة الشهوات، هذا اللي يعني يفعل كثيرا من المعاصي، عنده أموال يروح بها أفرض إلى السينما لا سمح الله، يشتري أجهزة معينة يستفيد منها في الحرام، وهكذا أهل مجرة. فيقول الله تعالى في وحيه إلى موسى: يا موسى لا تفرح بكثرة المال ولا تدع ذكري على كل حال، فإن كثرة المال تنسي الذنوب. إذا دير بالك، الأصل الأول اللي صار أنه المال خطر، وأن ترك ذكري يقسي القلوب. الرواية الأخرى اللي أيضا فيها دلالة على هذا المدعى في هذا الشطر الأول من الكلام، يقول الإمام الكاظم عليه السلام عن آبائه عليهم السلام، هاي سلسلة الذهب أيضا كما في نوادر الراوندي، عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما قرب، هاي كلها حكمها وكلها أصول خلوها في بالكم، ما قرب عبد من السلطان إلا تباعد من الله، ولا كثر ماله إلا اشتد حسابه. فشوه المال شنو؟ كثرة المال تنسي الذنوب. رواية: المال مادة الشهوات. رواية أخرى: لا كثر ولا كثر ماله إلا اشتد حسابه. إذن الأصل أنه تدير بالك من المال، المال مثل عقرب، أنت مضطر لهذا لمعايشة العقرب، لكن احتط منها. الشطر الأول من الرواية لا بأس ولو مو في صلب البحث، لكن نشير له: ما قرب عبد من السلطان إلا تباعد من الله. أنتم استراتيجيتكم واستراتيجية المؤمن كأصل أول ينبغي أن تكون البعد من السلطان. كثير من الناس يفكرون شلون يتوظف في فلان وزارة فلان مكان كذا، يدخل فلان دائرة يحصل للرئاسة بطريقة من الطرق. لا، الاستراتيجية الأولية، الأصل الأولي البعد من السلطان، لأنه كلما اقترب الإنسان من السلطان ومن السلطة والرئاسة أكثر كلما ابتعد من الله أكثر. السلطة حلوة والكرسي خداع طبيعيا، وبعدين مغريات أكو، وبعدين إذا ما يطيع آمره رئيسه في المنكر يزيحه، ويشوف فد مرة يفقد راتب 5 ملايين دينار أفرض شهريا، مليونين، مليون نصف، أي مقدار كان، يفقد امتيازات كثيرة، فيخضع للسلطان بدلا أن يخضع لله تعالى. طبيعة الذي يقترب من السلطان أنه على خطر عظيم، فلذا الإنسان لازم يخلي في باله الأصل أن لا يقترب من السلطان إطلاقا، وخلافه استثناء. لذا بعض العلماء يرى بأن هذا من موارد ولاية الفقيه، يعني يحتاج إلى استئذان خاص من الفقيه، أنه أنا تأذن لي الفقيه، فالفقيه لازم يشخص تشخيص موضوعي لهذا الفرد، شنو كفاءته، شنو قوة نفسه، إذا دخل يتغير لو يغير. ثم الفقيه لازم يراقبه، لأنه قد يكون في البداية قوي محصن، بعد ذلك تتغير نفسه وتتلون بهذا اللون المادي المغري المبهج ظاهريا، فيعزله عندئذ. ما قرب عبد من السلطان إلا تباعد من الله تعالى، ولا كثر بيت القصيدنا، ولا كثر ماله إلا اشتد حسابه، ولا كثر أتباعه أو تبعته إلا كثر شياطينه أو كثرت شياطينه. إنسان كلما هذا لازم يدير باله أيضا، كلما كثر أتباعه كثر شياطينه، مو معناته أن الأتباع كلهم شياطين، عندما يكثرون الشياطين بهم كثرة بعد. يعني إذا واحد أتباع 1000 وفرضوا 10% من 1000 شياطين، يعني ناس جايين حتى بشكل من الأشكال يأخذون منهم مالا حراما، ماء وجه حراما، يجيرون اقترابهم من هذا العالم لمصالح شخصية محرمة. فإذا كان أتباع 1000 لنفرض، فمية منهم قد يحاولون أن يزلونه بشكل من الأشكال، يخدعوا ويضلوا. وإذا أتباعه كانوا 10,000 لنفرض النسبة هي 10%، يعني 1000، يعني 1000 واحد له شيطان الآن، يعني 1000 واحد 1000 شخص هم شياطينه. إذا كان أتباعه 1,000,000 فمئة 1,000 شيطان بهم هكذا.
ولا كثرت تبعته ولا كثر أتباعه، يمكن خطأ أكو في النسخة هنا، ولا كثر أتباعه، هكذا نقرأها، إلا كثرت شياطينه، شياطينه تكثر. بعض الناس يجي حريص على كثرة المريدية، أنه الناس يجون وراه ويمشون وراه ويتبعوه ويسمعون كلامه ويطيعوا. لا، خلي يدري أن هاي مسؤولية خطيرة في هؤلاء، يعني كلما كثر الأتباع كثرت الشياطين أيضا فيما بينهم. إذن هذا، هاي القاعدة الأولى. القاعدة الأولى أن الغنى والثروة أمر خطير، فعلى الإنسان كأصل أولي أن يتجنبها، أي الثروة أولا. ثانيا، القاعدة الثانية، إلا أيضا الرواية تصرح فيها بهذا الجانب، القاعدة الثانية، إلا من حمل كلا أو أعطى في نائبه. القاعدة الثانية أن الغنى إذا صار طريقا للنهوض بالمجتمع لقضاء حاجة الفقراء فهو مطلوب عندئذ. والروايات في هذا الحقل كثيرة، منها هذه الرواية: إلا من حمل كلا، الكل يعني الثقل اللي يكل الإنسان عن حمله، فيحمل كلا الناس، هذا حامل كل أفرض عنده عيال 10 ما يقدر يمولهم لفقر لبطالة لغير ذلك، فأني أحمل كله، ما هو كل عليه أنا أحمله. واحد أفرض مثلا يتكفل له 1000 يتيم، 1000 عائلة، أكثر أقل، 10 100 10000 حسب القدرة. إلا من حمل كلا وأعطى في نائبه، إذن هذا استثناء. في رواية أخرى أن لله عبادا، هاي الرواية قرأناها سابقا، أن لله عبادا يخصهم بالنعم لمنافع العباد، الجانب الطريقي، أن لله عبادا يخصهم بالنعم لمنافع العباد، فإذا أعطوها أقرها في أيديهم، وإن منعوها أخذها الله منهم ثم حولها إلى غيرهم. إذا الرواية موجودة ها هنا فنقرأ نصها. نعم نعم، إن لله، قال أمير المؤمنين عليه صلوات المصلين، إن لله عبادا يخصهم بالنعم لمنافع العباد فيقرها في أيديهم ما بذلوها، فيخليهم أغنياء ما دام قاعد يعطون الناس باستمرار، فيريد الفلوس طريقية والله يراقب دائما، فإذا منعوها نزعها منهم ثم حولها إلى غيرهم. إذن الغنى كطريق لخدمة الناس إذا بالفعل الله وجد منه ذلك، هذا مطلوب ومحبوب. كذلك في رواية أخرى يقول عليه السلام: ميسير شيعتنا أمناء على محاويجهم بل أمناؤنا. ميسير شيعتنا من اليسر واليسار، يعني أغنياء الشيعة، أمناؤنا، هذا كأنه يعني أمين الصندوق، ما يصور الفلوس فلوسه، فلوسنا إحنا خلناها أمانة بيده، هذا يصور هي فلوس، هم ملاك الكون في طول الله تعالى وبإذنه، الله هو المالك الحقيقي، ثم النبي وأهل بيته في طول الله الملاك الحقيقيين، ثم إحنا ملاك اعتباريين. ميسير شيعتنا أمناؤنا على محاويجهم فاحفظونا فيهم يحفظكم الله، احفظونا فيهم يحفظكم الله. إذن القاعدة الأولى أن الثروة خطر وفيها مفاسد لا تتصور. القاعدة الثانية أن الثروة إذا اتخذت طريقا بالفعل، بالفعل مو مجرد الشعار ومجرد التمني، وإنما كانت طريقا بالفعل فهي مطلوبة. القاعدة الثالثة أن الفقر في حد ذاته رذيلة. القاعدة الرابعة: إلا إذا كان فقرا هادفا أو فقرا رسالية أو ما شئت فعبر. أما القاعدة الثالثة: الفقر في حد ذاته رذيلة، قاد الفقر، أيضا روايات كثيرة، قاد الفقر أن يكون كفرا. رواية ثانية: لو تمثل لي الفقر رجلا لقتلته. الرواية الأخرى: أمير المؤمنين عليه الصلاة والمصلين يخاطب محمد ابن الحنفية المعروف، يخاطبه يقول له: يا بني إني أخاف عليك الفقر فاستعذ بالله منه. لاحظوا الأصل: يا بني إني أخاف عليك الفقر فاستعذ بالله منه، فإن الفقر مدهشة للعقل، فإن الفقر منقصة للدين، مدهشة للعقل داعية للمقت. ثلاث آثار كلش خطيرة الأمير عليه السلام يقولها للفقر: يا بني
إني أخاف عليك الفقر، فاستعذ بالله منه. فإن الفقر شنو؟ منقصة للدين. كثيرا ما الفقر يجر الإنسان إلى السرقة، إلى الرشوة، إلى غير ذلك من المحرمات، إلى القمار وما أشبه. منقصة للدين، مدهشة للعقل. العقل كثيرا ما يختل عقل الإنسان عند الفقر. الفقر يضغط على الإنسان جوعا عطشا، من حيث الملابس، من حيث المسكن. افرض واحد عنده بيت ضيق، بيت صغير، وعنده 10 من الأولاد، هاي الهوسة والفوضى الموجودة تخرب أعصابه طبيعيا. هذا الإنسان متوتر الأعصاب دائما، عقله يدهش طبيعيا. فإن الفقر منقصة للدين، مدهشة للعقل، داعية إلى المقت. المقت يعني الناس يمقتوا، أو هو يمقت الدين، أو يمقت أي شيء آخر. كل هذه محتملات ولها بحث لا ندخل فيه الآن. رواية أخرى: الفقر يخرس الفطن عن حجته، والمقل غريب في بلدته، في نهج البلاغة موجودة. إذن الفقر أيضا مرجوح ذاتا، إلا الفقر الهادف، الفقر الرسالي. يقول صلى الله عليه وآله في القسم الرابع: الفقر فخري وبه أفتخر على سائر الأنبياء. هذا فقر هادف، وضحنا وجه الهدفية سابقا. الفقر فخري، فهذا يا فقر غير ذاك الفقر. ذاك الفقر بما هو هو، هذا الفقر هو الفقر الهادف. الفقر فخري وبه أفتخر على سائر الأنبياء. الرواية الثانية: من أحبنا أهل البيت فليعد، في رواية أخرى في نسخة أخرى فليستعد. من أحبنا أهل البيت فليعد للفقر جلبابه. هذا فقر هادف، يريد يحافظ على حب لأهل البيت وحب المجتمع لأهل البيت. لا يمكن إلا أن يعيش فقيرا، كما أوضحناه سابقا أيضا الوجه في ذلك، في ظل الحكومات الجائرة المعادية لأهل البيت عليهم السلام أو شبه ذلك. إذن من أحبنا أهل البيت فليعد للفقر جلبابه. هذا الفقر فقر هادف، الهدف من الحفاظ على هذه الرسالة، على هذه الأمانة، هذا مطلوب. إذن هاي القاعدة الرابعة، بعض الروايات تدخل في هاي القاعدة الرابعة. رواية أخرى، رواية لطيفة، أن سأنقل نصها أيضا. في زمان الرسول صلى الله عليه وآله، الناس عربا وعجما، العجم يعني غير العرب، كانوا سيان وسواء في مقياس الإسلام. فسواء أكان عربيا يعني عربيا، أما أكان عجميا يعني إيرانيا أو روميا أو حبشيا أو غير ذلك، كلهم كانوا يعني يتعاملون على طريقة الناس سواسية، كأسنان المشط، والمسلمون كالجسد الواحد. بعد الانقلاب الذي حدث على الرسول صلى الله عليه وآله، غير المنقلبون على الأعقاب، الخلفاء الثلاثة، غيروا المعادلة تماما. وهذه الروايات عند أهل العامة موجودة في البخاري، غير البخاري أيضا موجودة، أنه كيف تعامل عمر مثلا مع العجم، لمجرد أنه عجمي يعني، لمجرد فليكن إيمانه في أعلى الدرجات، ففضل العربي على العجمي في العطاء وغير ذلك. الروايات معروفة عند السنة قبل الشيعة، ليس الكلام في هذا. ثم بعد ذلك، مو مذكور في الرواية متى، يعني في أي زمن، جاء العجم يعني غير العرب إلى أمير المؤمنين عليه السلام، شكوا إليه أنه ذول العرب، لعله زمن الثاني كان، زمن الثالث، الأول ما أدري، أنه هؤلاء قاعد يتعاملون معنا بطريقة غير إسلامية، يتزوجون منا ولا يزوجوننا، ومن جهة ثانية في العطاء أيضا يعطون العربي أكثر مما يعطون الفارسي، يعني يعطون ما يسمى الآن أجنبي. في الإسلام ما عندنا، كل مسلم هو مواطن، كل مسلم هو مسلم، ما عندنا أجنبي، يعني مسلم أجنبي ما عندنا. فالأمير ما الذي قال لهم؟ تحدث هنا عن الغنى الهادف وعن الفقر في الاتجاه المعاكس، فلذا حرض. لاحظوا هذه الرواية، رواية كل الجميلة. الإمام عليه السلام أفاد في مختصر كلامه، نقلت هذه الرواية في كتاب استراتيجيات إنتاج الثروة ومكافحة الفقر في منهج الإمام علي عليه السلام، في ضمن بحث مفصل، الرواية موجودة في الكافي الشريف. قال الإمام الصادق عليه السلام: أتت الموالي، الموالي يعني غير العرب في اصطلاح، أكو عدة تفسيرات للموالي، لكن هنا الظاهر يعني غير العرب. أتت الموالي أمير المؤمنين عليه السلام فقالوا: نشكو إليك هؤلاء العرب،
هاي من القرائن، قرينة المقابلة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعطينا معهم العطايا بالسوية. واحد. اثنين، وزوج سلمان فارسي، وبلالا وصهيبا، بلال حبشي، صهيب هم رومي كما هو معلوم، وزوج سلمان وبلالا وصهيبا، يعني من العرب زوجهم، وأبوا علينا، ما يزوجونا إحنا، وأبوا علينا هؤلاء وقالوا لا نفعل، فذهب أمير المؤمنين إليهم عليه السلام فكلمهم فيهم، إجا تكلم مع العرب، أصلا المقصود يعني طبقة الحكام وكبراء القوم والأشراف، يمكن هكذا، أو المجموع. فصاح الأعاريب أبينا ذلك يا أبا الحسن، أبينا ذلك، يعني عناد. قال الله وأقول، هذا المنهج اللي حتى الآن ماشي. فصاح الأعاريب أبينا ذلك، الرسول صحيح صواب العطاء وكان يزوج بناتنا منهم، لكن إحنا ما نقبل، خلاص. فخرج عليه السلام وهو مغضب يجر رداءه وهو يقول يا معشر الموالي إن هؤلاء قد سيروكم بمنزلة اليهود والنصارى، يتزوجون إليكم ولا يزوجونكم ولا يعطونكم مثل ما يأخذون. زين، شنو الحل؟ الرجل الدين متأسيا بأمير المؤمنين عليه السلام لازم يعطي حلول للمجتمع. أولا ينهى عن المنكر، المسؤولية الأولى، حكومة جائرة ينهى. ثم إذا الدولة ما أطاعت ولم تنتهي عن المنكر، لم تأتمر المعروف، يضع حلول عملية لهم، مو مجرد يعني مجرد نهى عن المنكر وما صار وانتهى الأمر، لا، ضع حلولا أخرى بديلة. فالأمير فورا وضع لهم حلا بديلا صحيحا إيجابيا وأثمر، أثمر إثمار كبير. قال يا معشر الموالي إن هؤلاء قد صيروكم بمنزلة اليهود والنصارى، يتزوجون إليكم ولا يزوجونكم ولا يعطونكم مثل ما يأخذون. شنو الحل؟ فاتجروا بارك الله لكم، هاي التجارة الهادفة لكي تقضي على هاي الطبقية المستحدثة السياسية في الواقع أو القبلية. فاتجروا بارك الله لكم، فإني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول الرزق 10 أجزاء، 9 أجزاء في التجارة وواحدة في غيرها. فإذا المؤمن كان في هكذا مجتمع، مجتمع يهضم حقه لأنه الشيعي، أو يهضم حقه لأنه من هذه القومية أو تلك القومية، فعليه بالتجارة. فإذا أصبح ذا ثروة فالناس يخطبون وده عندئذ، فيعود التوازن إلى المجتمع من جديد. إذن ها هنا 4 قواعد. هذه الروايات ينبغي أن تصنف كل منها، نشوف تدخل في أي خانة. فخلاصة الكلام أن ها هنا قواعد 4، يعني كأصول واستثناءات. الغنى والثروة هذه مفسدة ومظان الخطر في حد ذاتها، المال مادة الشهوات وغير ذلك، إلا من حمل كلا أو أعطى في نائبه، هاتان قاعدتان. أما الفقر فإن الفقر كما يقول الرسول صلى الله عليه وآله فخري، إلا إذا كان هذا الفقر مدعاة لتضييع الحقوق، فإن عليك عندئذ أن تحاول أن تحصل على الثراء. هذا البحث بشكل عام في النقطة الثانية منه. نأتي إلى النقطة الثالثة لتطرح البحث من وجه آخر، ونكمل بهذه النقطة الثالثة وجه الجمع. هو المطلوب شنو هو؟ هذا الصحيح اللي قلنا، المطلوب كنظرة عامة للإسلام بالنسبة للمجتمع بشكل عام. الإسلام ينظر إلى المجتمع نظرة عامة، وينظر إلى الأفراد نظرة خاصة، وينظر إلى النسبة بين الفرد والمجتمع أيضا في نظرة متكاملة. أنت وضعك شنو؟ وضع المجتمع شنو؟ وضعك منسوبا إلى المجتمع ما هو؟ وضع الفرد بالقياس إلى الثروة شنو؟ وضع المجتمع بالقياس إلى الثروة شنو؟ وضع الفرد منسوبا إلى المجتمع بالقياس إلى الثروة ما هو؟ أنا أريد أن أشوف النظرية الإسلامية شنو؟ النظرية الإسلامية المستظهر بعد ذلك كله أن المطلوب الأولي والأصل الأولي، وصارت عندنا 4 أصول وسنلخصها في قالب آخر، 4 أصول يعني قاعدتان واستثناءان. خب بعد ذلك كله على حسب الروايات نشوف بأنه خب والحاصل شنو؟ والحاصل أن الطريق الوسط هو المطلوب،
لا المطلوب أن تكون غنيا ولا المطلوب أن تكون فقيرة، إذ هي مندرجة في الأربعة. المطلوب كقاعدة أولية الكفاف، لا تكون غني لا تكون فقير، هذا هو المطلوب الأولي. فتخرج من تلك الصور الأربع، في الواقع الصور الأربع هي استثناء من هاي القاعدة الخامسة. المطلوب أوليا هو الكفاف، يعني يكون عندك ما يكفيك، لا يزيد ولا ينقص، لا ينقص بحيث تحتاج إلى هذا أو ذاك، ولا يزيد بحيث يفضل على احتياجاتك في الحياة، الكفاف. وتدل على ذلك بعض الروايات الصريحة في هذا الذي الآن نقوله، منها قوله، لاحظوا الرواية كلش لطيف، قوله صلى الله عليه وآله، هو دعاء في الواقع، دعاؤه هكذا: اللهم ارزق محمدا وآل محمد، فقط لا إضافة، يشمل له ومن أحب محمدا وآل محمد، العفاف والكفاف، هذان الأصلان، الأصل الأول في كل من يحب محمدا وآل محمد. ارزقهم شنو؟ العفاف، أي يعف، يعف عن المعاصي، تقول عاف الشيء أي تركه، نفسي عافت فلان شيء أي تركته أي كرهته، العفاف أن يعف عن المعاصي، هاي وحدة. والكفاف يعني أن يحصل على ما يكفيه، لا يزيد لا ينقص. إذا تشوفون كل اللغويين تقريبا يذكرون هذا، يعني تفسير الكفاف بهذا المعنى كما هو واضح أيضا، ما يكفيه لا يزيد علي، عنده بيت يكفي خلاص، يشتري بيت ثاني وثالث ورابع، عنده أفرض راتب شهري قدره 700,000 800,000 900,000 أقل أكثر تكفيه، هو هذا بعد زين. أما يفكر في الزيادة لا، هذا الأصل العام الأول اللي خرجت من تلك الصور الأربع، الكفاف ما يكفيه، لا أقل لا أكثر، لا يكون قليل مضغوط بحيث أنه يحس بضائقة وأهله يحسون بضيق ويفكر كيف يستجدي من هذا أو ذاك أو شي يسوي شي ما يسوي، ولا أن يكون عنده فائض بحيث متحير يكون فيه. اللهم ارزق، أكرر، اللهم ارزق محمدا وآل محمد، ومن أحب محمدا وآل محمد، العفاف والكفاف. في المقابل شنو؟ المقابل شوية أغرب، وارزق من أبغض محمدا وآل محمد، لذكر محمد وآل محمد الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. يرزق المبغض شنو؟ كثرة المال والولد. هذا دعاء النبي، يبدو هواي غريب، أنه إذا واحد عدو لأهل البيت، عدو لرسول الله وأهل البيت، أعطي كثرة المال والولد. أما المحب فأرزقه العفاف والكفاف، هاي القاعدة الأولية. هاي الشطر الثاني يحتاج إلى بحث مستقل، لكن نشير إلى جانب منه أن هذا يطابق الآية الشريفة، إنما نمد لهم شنو ليزدادوا إثما، بس إلى بحث مفصل نتركه لمحله. إذن مقتضى القاعدة في المجتمع هي هذه الرؤية الإسلامية للثروة وللبشرية بشكل عام، العفاف والكفاف. فلسفة الفلسفة شنو هي؟ هنا دققوا، فلسفة الفلسفة لها جهات، طبعا إحدى جهاتها، وكرر هذه إحدى جهات فلسفة الفلسفة أو فلسفة القاعدة الخامسة، أن الله سبحانه وتعالى خلق الثروات في الكرة الأرضية متناسبة مع أعداد الأفراد. فإذا مالت الكفة، كفة الثروة إلى جانب الأغنياء، يعني هاي الأغنياء ازدادوا فقرة ازدادوا غنى، شو صير النتيجة؟ ما جاع فقير إلا بما متع به غني. هاي الرواية كلش واضحة الدلالة، والآن نأتي لكم بعض الإحصاءات العلمية أيضا على ضوء هاي الرواية. ما جاء الثروة مقدار محدد، الأرض محددة، الأرض قاعد تنمو، ما تنمو الأرض، والأرض هي مساحة محددة، الزراعة يمكن تطويرها بس البشر ما يكثرون. كلما ازدادت الآلات الزراعية أو أمكن تحسين الزراعة والمحصول الزراعي بشكل أفضل، كلما البشر ازدادوا يزدادون باستمرار. الآن عدد البشر حوالي 7 مليارات و400 ويمكن 50 مليون تقريبا حسب إحصاء اليوم. أنا أكو عداد يمكن تشوفوه يحصي عدد البشر كل ثانية، يعني كل ثانية مو 5 يولدون فيضيفهم، يحصي كل شيء، كثير من الأشياء بالثواني يتغير العداد. كذلك عدد المرضى مثلا بالسرطان كم واحد، كذلك الذين يموتون سنويا أو شهريا، هاي كلها موجودة، أو يوميا أو بالثانية من التدخين. إذن كاتب سنويا يموت من التدخين، يعني جراء أمراض التدخين الناجمة من التدخين، سرطان الرئة وغير ذلك، مليون يمكن حوالي 500,000 إنسان، هاي سنويا
هذا إحصاء منظمة رسمية عالمية معتمدة، الذين يموتون في العالم سنويا من التدخين، يعني الأمراض الحاصلة، حوالي 1,500,000 إنسان. رقم غريب. كم طفل قاعد يموت بالثانية؟ حسب إحصاء آخر كل 10 ثواني يموت طفل واحد من الجوع ومن الفقر، كل 10 ثواني. الرقم حقيقة غريب ومذهل. فموطن الشهادة أن الله سبحانه وتعالى قسم مجموع الثروات على مجموع البشر، يقول تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. هذا المجموع لهذا المجموع. فإذا الكفة مالت لصالح غني بنفس النسبة يقتلع من فقير. ولذا الأصل الأول العفاف والكفاف. إذا بنى البشر حياتهم على العفاف والكفاف الكل يكونون براحة، الكل عندهم ما يكفيهم، خلاص الكل عندهم ما يكفيهم. إذا الكل دفعوا خمسهم وزكاتهم وبنوا حياتهم فوق ذلك على العفاف والكفاف، لأن هاي الرواية فوق الفرائض تتكلم. الله ما راد يضيق علينا كثيرا، لكنه أرشدنا في الوقت نفسه فأوجب الخمسة والزكاة والحقوق الشرعية، وهذا واجب شرعي. لكن بعد ذلك يقول: لكن السعادة مو كلها فقط بأن تلتزم بالواجبات، السعادة بأن تلتزم بالمستحبات أيضا، أليس كذلك؟ يرشدك يقول: إذا تريدون أنتم البشر تعيشون بالفعل سعداء جنة على الأرض، فإذا التزم بالعفاف والكفاف. هذه القاعدة الغرب حولها إلى قاعدة النهم والجوع غير المتناهي للثروة. الآن تروحون في الغرب، وسرى ذلك للشرق مع الأسف، أكو فجوع شديد للمادة، يعني كل الناس قاعد يركض باتجاه الثروة. هذا المنهج هو الذي أخل بكل شيء، هو الذي أخل بكل شيء. أذكر لكم بعض الإحصاءات حتى نعرف عمق كلام الأمير عليه السلام: ما جاع فقير إلا بما متع به غني. الذين يعانون من نقص التغذية في العالم، الإحصاء الظاهر العام الماضي يعني 2016، الذين يعانون من نقص التغذية في العالم حوالي 800 مليون إنسان. نقص يعني ما يحصل طعام كافي، يعني يشبع مثلا أفرض ربع بطنه بمقدار ربع معدة يستطيع أن يأكل أو أقل. الذين يعانون من نقص التغذية 800 مليون إنسان، والذين يعانون من سوء التغذية، سوء التغذية قد يحصل على طعام كافي لكن مو مشتمل على كل مثلا أفرض الفيتامينات والبروتينات وما أدري الأملاح المعدنية وغيرها التي تفي بحياته، ذولا حوالي مليار. وهذا من جانب. من جانب ثاني لاحظوا كيف: ما جاع فقير إلا بما متع به غني. من جانب ثاني سنويا مقدار الطعام الذي يتلف، يعني الشركات الكبرى والدول تتلفه، يعني طعام تم نسى قد يكون رز أو حنطة أو شيء آخر تتلفه تلقيه في البحر أو في أي مكان آخر، حسب إحصاء رسمي أيضا العام الماضي. المقدار الذي أتلف في العام الماضي من الأطعمة الصالحة للأكل المفروض يجيون يعطوها للفقراء، لكن حتى يحافظون على مستوى الأسعار مرتفعة، لأنه إذا العرض كثر القيم تنخفض، ذولا رأسماليين، ذولا مصاصي الثروات الأمم، ما يصرف لهم ذلك. فسنويا الذي يتلف ويهدر، يتلف يعني يعدم من الأطعمة سنويا مليار طن، فشي كلش رهيب ها، مليار طن و300 مليون طن، هذا سنويا. يعني الطن يعني 1000 تدرون او طن، مليار طن يعني ايش قد؟ يعني مليار 1000 كيلو. فهاي المليار 1000 كيلو اذا توزعها على ذولاك ال 800 مليون اللي قلناهم يطلع فاضع عندهم، يعني كل واحد يحصل له 1000 كيلو بالسنه، يعني يوميا تقريبا 3 كيلوات يكفي. وكرر الإحصاء السابق أن الذين يعانون من نقص التغذية في العالم 800 مليون إنسان. في المقابل شنو قاعد يهدرون؟ شقد؟ مليار طن، يعني شنو؟ يعني مليار 1000 كيلو. فإذا هذه المليار و300 مليون طن طبعا، إذا هذه كانت تعطى لهؤلاء كانت تفيض على حاجتهم وتكفي أولئك الذين كانوا يعانون من سوء التغذية. هاي إحصاءات رسمية
تذكرها منظمات معروفة في الأمم المتحدة وغيرها، لاحظوا، ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة FAO، فإن هنالك في العالم اليوم 800 مليون إنسان يعانون من نقص التغذية، ويضاف إلى هؤلاء مليار من البشر يعانون من سوء التغذية. ثم يقول: فهناك طفل يموت من الجوع كل 10 ثوان، كل 10 من الجوع، مو بس من الفقر، من خصوص الجوع، من الجوع. وما جاع فقير إلا بما متع به غني. يقول أيضا، هذا تأكيدا قاعد نقرأ حتى تخلوا في بالكم أنه العالم كيف قاعد يسير. وثمة اختلال آخر ينبغي أن يستثير انتباهنا، وهو الهدر، إذ تعتبر منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة FAO أن 1.3 مليار طن من الأغذية ترمى سنويا، ترمى يرموها ليش؟ حتى يحافظون على السعر المنخفض بزعمهم، السعر المرتفع، ترمى سنويا وتمثل ثلث المحصول العالمي. ثلث المحصول العالمي يهدره الإنسان، هكذا طبع الجشع. الله خلق ثروات الأرض للعباد، مال الله لعباد الله، خلق لكم ما في الأرض جميعا، هاي لكم قد اختلت. الأثرياء، الدول، البرجوازيين، الرأسماليين يقولون الثروات لنا، مصاصوا الدماء، دماء الشعوب هؤلاء، فلذا يأخذ حصة الفقير فيرميها في البحر، ليش؟ حتى يبيع بشكل بسعر مرتفع، وهكذا. ثم الخبراء توصلوا إلى هذه النتيجة أيضا، نقرأها لا بأس. يقول: وعلى هذا فإن الجوع هو ظاهرة سياسية، يعني سياسة الدول وذول هاي الشركات العابرة للقارات وما أشبه، هي التي سببت الجوع في الأرض، إضافة إلى عوامل أخرى عديدة طبعا. ظاهرة سياسية مو اقتصادية بالأساس، مو أن الله خلق الأرض بحيث لا تفي باحتياجات البشر، تفي، بس أكو سياسات جائرة ظالمة من هاي الدول الكبرى والدول الصغرى أيضا، الإقليمية والمحلية، كلهم مشتركون في الإثم كلهم. وعلى هذا فإن الجوع هو ظاهرة سياسية، إلى آخر كلامه. نقرأ إحصاء آخر وأخير، هذا الإحصاء شوفوا شلون الوضع يعني، وكيف العالم قاعد يدار. من عام 1970 إلى عام 2010، يعني كم سنة فاصل؟ 40 سنة. الذين كانوا يعانون من من نقص التغذية في إفريقيا جنوب الصحراء، الواقع جنوب الصحراء، كم واحد كانوا عام 1970؟ الآن كم واحد؟ الآن مع هذا التطور العلمي وما أدري شنو، تحسن وسائل الإنتاج ومجيء التكنولوجيا وتطورها الحديثة بشكل عجيب وغريب وما أشبه، الذين يعانون من نقص التغذية عام 1970 كانوا 87 مليون إنسان، هاي في إفريقيا جنوب الصحراء. الآن كم واحد؟ 234 مليون، يعني ارتفع العدد بشكل مخيف، تقريبا 300% تقريبا طبعا. 87 مليون كانوا عام 1970، عام 2010 يعني 7 سنوات من هذا التاريخ قبل، وصلوا إلى 234 مليون. ما جاع فقير إلا بما متع به غني. إذن مقتضى القاعدة اللي يؤيدها الاعتبار، تؤيدها الإحصاءات، أن الكون الله خلقه بحيث يكون مال الله لعباد الله، فإذا كل واحد عاش بمقدار الكفاف لم يبقى فقيرا على وجه الكرة الأرضية، فالبيت يكفي، طعام يكفيه، ملابس تكفيه، وفرض مركوب يكفيه. الله خلق الكون بحيث يفي بحاجة كل البشر مهما كثر البشر، لأن العلم قاعد يتطور، فأيضا راح يفي. هكذا خلق الكون، فإذا احنا رحنا باتجاه هذا وجهنا ذلك، ولذا لازم نخاطب، ولذا نخاطب الأغنياء أن اتضعوا، أن أنفقوا من أموالكم، أنه انزل من عليائك. نخاطب الغني نقول له أنفق أموالك فانزل إلى مستوى الفقراء، ونخاطب الفقير أنه اصعد. فإذا تزامن الخطابان وتعاضدت الحجتان، التوازن راح يحدث، ذاك ينزل وهذا يصعد، فتنجم عن مجموع ذلك طبقة متوسطة يسموها الآن. طبقة المتوسطة هي اللي الإسلام يريدها،
يعني بالمعنى الدقيق. الطبقة المتوسطة الآن تقال مثل الأطباء والمحامين ومن أشبه، هذا شوية أوسع من كلامنا، كلامنا العفاف والكفاف. إذن يقول الله تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، ويقول جل اسمه: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. إذن مقتضى القاعدة هي العفاف والكفاف، والاستثناءات الأربع هي استثناءات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.